synchronizing. إذا تتفرج في فيديو هذي بريمير معناتها أنت من جماعة النجوز، جماعة اللي نحبهم برشا الفي ميكرز الصحاح. الفيديو ذي راي ليكم أنتم بالطبيعة، إذا ما تعرفنيش وحليت الفيديو ذي ممكن تكبتي شوية حاجات على تجربتي متاع اليوتيوب وعليش خممت مبطل أصلا. أما قبل كل شيء الفيديو ذي باش نفسر فيه علاش عملت جمعة كاملة كل يوم نهبط فيديو في إطار تجربة، يعني ديلي فيديوز هذي كيفاش كانت. فش قولكم الساعة، يعني شنو إحساسكم أنه صانع محتوى تتبعوا فيه كل يوم يهبط فيديو؟ بالله خلوا لي في التعليقات خلينا نفهم شنو إحساسكم. توا أنا بشارككم تجربتي، الحق كوشمار أنك وحدك كل يوم تهبط فيديو، تشالنج صعيب برشا. الحقيقة راني نجم نكمل لكن الناس باش تكرهني لأني قطعت روحي من العالم نوعا ما، وهذه حاجة خايبة برشا. أبار سا حاجة ياسر مزيانة أنك تهبط كل يوم ترى الناس فرحانة وتحس الألغوريتم عرفتها كل واحد يمسكل، عرفتها تترينا أكثر تحس روحك أقوى أكثر. باش نفسركم معنيش خممت نبطل، خلينا نرجع بالتالي ديسمبر 2019 آخر خدمة خدمتها في مهنتي العادية. يعني أنا توا كان نحسبوها بالحق أنا بطال من 2019، من ديسمبر 2019 ما ضربت حتى ضربة في الخدمة متاعي. يعني أنا كنت نصور فيديوهات كخدمة كمهنة، فروحت من تركيا في مارس وقررت نوعا ما قرار نهائي أني نولي فول تايم يوتيوبر، يعني نعيش من اليوتيوب. هذه الغلطة الكبيرة لأنه هي مايند سيت، يعني تخمام. فكي قررت نحط روحي في هالرجيم متاع فول تايم كعبرت روحي، يعني وليت نظرتي مختلفة. تعرف لو انت كيما تحاسب واحد كوارجي دور الهويت كيما كوارجي في دور المحترفين مش كيف. والحق لم انجح. انا نعتبر روحي يعني كفول تايم تك يوتيوبر فاشل، لانه ما نجحتش ما نجمتش نعرف كيفاش نطور من الكوميونيتي. ممكن خاطر نمشي ضد التيار، يعني عكس التراند عكس السيستم، ديما اونتي سيستم. ولا محالة هو أي واحد يحب ينجح يركب الموجة، والدليل ذلك أنه الفيديوهات اللي ناجحين تلقيهم تعملوا في وقت معين به في ظروف معينة، فما برشا ظروف، والظروف هذه هي كما مثلا فاس جني كما أغلى تليفون في تونس. يعني فيديوهات هبطت في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. والحق يعني حتى فيديو مثلا جوميا اللي حكيت على البلاك فرايدي، يعني كنت تشوف تلقى الفيديوهات اللي عملوا برشا نسبة مشاهدات وجابوا برشا متابعين، صدقوني لا تعبت عليهم جرد عشر الفيديوهات اللي ما يعملوش فيو. فما فيديو متاع اوبو رينو 4 30 ساعة خدمة 7000 فيو بعد جماعة، يعني نندب فيهم. فصعيب برشا، صعيب برشا انك تخدم في موندو معين في برشا منافسة واللي راس توجعك. فهذه من الحاجات اللي خلتني نقرر اسبوع التالي اني نعمل هالجمعة هذية كبرن اوت، نحرقها ونفرحكم في نفس الوقت ونشوف الجمهور شنو رايه. كل حق كنت مبطل الجملة زادا، كنت باش نقول اختاني بعد قلت اوكي نحيو هالفول تايم هذيا، نحي على روحي الضغط، نهبط فيديو نشحت نشحت ما نشحتش مش لازم، عليه تكسير الراس، عليه وجيعه الراس. لكن بعد قلت اوكي اجا احنا عنا فيديوهات نحضروا فيهم شورتس، هذوما ستيل جديد تاع فيديوهات على اليوتيوب كيما الريلز، فيديوهات ما تفوتش دقيقه. الله غالب تيك توك خرب علينا الدنيا وبدلنا الجو الكل، فحتى اليوتيوب اللي حبنا نعملوا فيديوهات كي تيك توك. فقررت اني زاد انا نركب شويه الموجه باش نحاول نطور من روحي، وعطيت مهله 6 شهور قناه جديده اسمها ذا في ميكر شورتس. على قريب شنو نهبط محتوى نوعا ما يومي ان شاء الله، مش فيديو طوال. كانك على باز معناتها الحق ما نشحتش زادة باز بلاتفورم باز، نهبط في بودكاستوات طوال في بلاتفورم اوبتيميزي للمحتوى القصير والمحتوى الانترتينينغ، يعني اللي نعم فيه غالط. اذا الحق ما نجحتش، اذا الحق ما تطورتش، اذا ما لقيتش الثنية متاعي، لانه كل يوتيوبر يوصل نقطة معينة. خلينا نفسركم حاجة، النقطة دي نحكي عليها هي النقطة اللي تصير لها وقت اللي تبدا البسك تدور من صعيبة، تدور في نيفو معين حتى تطلع فيتاسات صايت خفيف، العجلة تبدا تدور والدولاب يدور وتولي سهلة الأمور وتولي فاهم الطرح والشي يمشي معنا. أنا ما وصلتش النقطة ذيك، أنا كل مرة نص سايب نخلي العجلة دور 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 بعد توقف ونعاود نحرك من جديد، ما لقيتش نيفو معين انا طالع ونطيح، ما لقيتش مستوى معين نطلع منه. البروسيس اللي انا ديما نقول في اليوتيوب اعمل جو على الخدمه، انجوي ذا بروسيس، انا ما عادش عامل لي جو. انا عندي ممكن من بدايه 2021 مانيش عامل جو فوق من قلبي، وليت بالسيف نخدم متقلق لانه حديت روحي في ضغط، ضغط انك وليت صانع محتوى محترف. انا هالمسؤوليه ذي تعبتني باش نواصل فيها ان شاء الله 6 شهور لقدام، واذا حست روحي مانيش
باش ننجح فيها. هدف متاعي أني نطور من المادة الشخمة. فالحل أني نواصل ننفستي في روحي، لأن قبل كنت ما ننتجش محتوى يومي خاطر كنت نعدي وقتي وأنا نتعلم في التكنولوجيا مش ننتج في التكنولوجيا. يعني بعيد سنوات ضوئية على الناس الكبار اللي ينتجوا عندهم 10 سنين في التيك في العالم. فيزمك تكون up to date. وإذا ما نشهدش مش نعمل كونسلتينج، سافر العالم، نحوس على روحي، نعمل فيديوهات بدون ضغط. واضح هاكا كنا متهمين واضحين. أكيد في المستقبل مش نعملكم فيديو على أمور الماني، نعملوا بيها ترفيو مش طاوة. نزل بكري يلا سيدي، نتقابلوا مرة جاية. باي باي.